أشاد عدد من المواطنين بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة بمبادرة تخفيض الأسعار والتي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، وطالب المواطنون باستمرار المبادرة خاصة مع توافر المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق بأكثر من 20 و30%، مع توافر جميع السلع بجودة ممتازة وكميات كبيرة وفارق سعر واضح للجميع. جميع الفروع بتاعتنا كلها مشتركة في المبادرة، وبنحارب الغلاء ومشتركين في بكمية كبيرة جدا جدا من السلع الأساسية اللي هي الزيت والرز والسكر والمكرونة والدقيق والعدس والفول، الحاجات دي كلها داخله معنا في المبادره ان شاء الله بامر الله. الاسعار هنا ممتازه والعروض بتاعتهم كويسه جدا الصراحه، الاسعار يمكن احسن من بره في حاجات كتير. الاسعار هنا جميله جدا وارخص، يعني متناول اليد، يعني في اللي هو البسيط خالص والفقير وهكذا، فكل المستويات هنا بنلاقوها هنا بصراحه. يعني والله اسعار جميله خالص، يعني غير بره خالص. هنا في تخفيضات واسعارهم اقل من بره صراحه.